السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة رواد الهندسة الميكانيكية، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات محركات الاحتراق الداخلي. معكم الدكتور محمد السيد مصطفى، مدرس بكلية الهندسة جامعة الزازي. هنبدأ نستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه اللي هو الانجن كومبوننت. خدنا في المحاضرة اللي فاتت بدأنا بأول كومبوننت في المحرك، خدنا السلندر بلوك والسلندر هيد وخدنا السلندر لينر وعرفنا التفاصيل عنهم والماتيريال بتاعتهم وشرحناهم بكل تفصيل. هنبدأ نكمل إن شاء الله النهاردة مع بعض باقي الكومبوننت لحد ان شاء الله مستمرين مع بعض في سلسله المحاضرات كده لحد ما نخلص الكومبوننت انجن كومبوننت ونخش بعدها على السكشن اللي المفترض الدور عليه. نبدا نبص كده مع بعض، بنذكركم كل مره بالاجزاء اللي احنا ان شاء الله شغالين عليها. فاحنا خلصنا جنرال انتروداكشن والانجن كلاسيفيكيشنز، والمره اللي فاتت خدنا الانجن كومبوننتس، لكن طبعا اتفقنا ان هي مش هتخلص على طول في محاضره واحده، فبالتالي لسه ما زلنا مستمرين في السكشن بتاع الانجن كومبوننتس لحد ما نخلص كل الكومبوننتس 17 كومبوننت اللي اتكلمنا عليه. وده طبعا باقي المحتوى اللي بنفكركم بيه كل مره ان شاء الله اللي احنا مستمرين بنكمل عليه لحد ما نخلص الاجزاء دي كلها وكمان لحد ما نوصل الاكزوست ايميشن. ده الانجن كومبوننت اللي بنتكلم عليها، وده الشكل هو اللي بنعرضه، قلنا هنعرضه كل مره عشان نشوف احنا وصلنا لايه. احنا خدنا المره اللي فاتت السلندر بلوك وخدنا السلندر هيد وخدنا السلندر لينر اللي جوه ده وخدنا الجاسكيت الهيد جاسكيت دي اللي بتبقى ما بين الاثنين عشان تمنع تسريب الغازات. النهارده ان شاء الله هنتكلم على عمود الكامات ده اللي هو بيحرك الصمامات جوه حركه صمامات الانتيك والاكزوست عشان حركه دخول العادم وخروج الشحنه. يبقى احنا دلوقتي قلنا هو دي كل الاجزاء ان شاء الله اللي هنتكلم عليها بالتفصيل، فاحنا خدنا المره اللي فاتت اول ثلاثه دول، يبقى النهارده هنبدا نتكلم على الكام شافت. مش هناخد حاجه ثانيه مع الكام شافت لان الكام شافت فيه تفاصيل كتير وكونفجريشنز كتير، لان زي ما قلنا ان انا لو بكلمك على عمود الكامات كفكره اقول لك ان في عمود كامات وظيفته ان هو بيفتح فتح وقفل الصمامات في التوقيت المناسب بتاعها، يبقى كده خلص عمود الكامات. لكن احنا ما بنتكلمش من المنطلق ده، احنا بنتكلم من وجهه نظر ثانيه، ان احنا بنشوف عمود الكامات بنتعرف عليه والشكل بتاعه والكونفجريشن بتاعه في المحركات المختلفه، هل كل المحركات بتستخدم نفس الشكل من عمود الكامات؟ هل بيستخدم عمود كامات واحد؟ فبنبدا نشوف الكونفجريشنز المختلفه عمود الكامات ده بيشتغل ازاي، وبالتالي بيبقى فيه تفاصيل كتير في كل جزء، لان احنا ما بنتكلمش على محرك واحد بعينه، احنا بنتكلم على حاجه موجوده بموديلات مختلفه، فلازم ندرس الموضوع من كل الاتجاهات. فان شاء الله هنغطي النهارده في المحاضره دي الكام شافت عمود الكامات. عمود الكامات هو ده شكل عمود الكامات، هو عباره عن عمود دوار بيلف كده وبياخد الحركه بتاعته، هنعرف دلوقتي بياخد الحركه بتاعته من عمود الكرانك، بيستخدم في فتح وقفل الصمامات. يعني هو ازاي بيفتح ويقفل الصمامات؟ في عليه كامات الشكل البيضاوي ده، يبقى العمود ده راكب عليه كامات، الكامه دي واخده شكل البيضاوي بتبدا تلف، لما الجزء اللي هو ده الكبير دي بدا بيوصل للصمام بيبدا يضغط عليه، فيضغط عليه تحت يفتح، بيبدا يكمل دوران تاني فيبدا الجزء ده الكبير اللي هو الملامس ده يرجع للصمام، الجزء ده هو اللي لامس فبالتالي يبدا الصمام يرجع. طب بيرجع ازاي؟ بيكون راكب فيه سبرينج عشان هو اللي يرجعه تاني. يبقى هي الكامات دي هي اللي مسؤوله عن عمليه فتح وقفل الصمامات بتاعت اللي موجوده في المحرك. بيشتغل عن طريق عمود الكرنك، فالعمود الكامات اهو، لو انا عندي دول عمودين كامات اهو كل واحد له الطاره بتاعته اهو شغال على عمود الكرنك، فده الناحيه دي اسمها وش التقسيمه. فبيكون هنا في بيتوصل عن طريق سير اللي هو بيسموه سير الكتينه، او عن طريق مثلا بلت زي ده زي جنزير كده، فبيكون برضو عمليه توصيل الحركه ما بين الاثنين بتكون بالشكل ده. في محركات الفور ستروك قال ان عمود الكامات بيلف بنص سرعه عمود الايه الكرانك، يعني ده لو عمود الكرانك ده بيلف 1000 لفه ده في الدقيقه، ده يلف ايه 500 لفه بالدقيقه. ده برضو شكل هو من السايد فيو، لو بصينا كده ان اهو ده السلندر بلوك اللي عندي وده عمود الكامات راكب هنا ودي الطاره بتاعته، ده عمود الكرانك. لو بصينا للقطر ده ضعف القطر ده ليه؟ عشان ناخد نص السرعه. فلو بصينا اهو الجير اهو بتاعي اللي راكب على عمود الكامات في الضعف او يعني اكبر من بتاع عمود الكرانك مرتين عشان ايه؟ اخد نص السرعه بتاعتي اللي ناتجه من عمود الكرانك. وطبعا زي ما احنا عارفين عمود الكامات راكب عليه كامات، بس الكامات مش كلها واخده نفس الاورينتيشن، يعني الكامات احنا قلنا شكل بيضاوي، الشكل البيضاوي اتجاهه مختلف ليه؟ لانها شغاله على صمامات مختلفه، والبيستون لما بتتحرك مش كل البيستون شغاله كلها مع بعض طالعه ولا كلها مع بعض نازله، لا ده البيستون بيكون برده تلاقي واحد فوق واحد تحت، واللي فوق ده بيكون في شوط معين ده شوط تاني، لكن كلهم بيعملوا نفس الحاجه لكن في ايه؟ في تويتات مختلفه. عشان كده انا ما باخدش الباور من الاسطوانات كلها مره واحده. يعني لو ندي كمثال، لو انا عندي محرك فورس اربع سلندر الاسطوانات عندي 1 2 3 4، فاحنا متفقين ان في سايكل بتحصل، فالاسطوانه دي والاسطوانه دي ودي بيشتغلوا زي بعض بس مش كلهم في نفس التويت. يعني ايه؟ ده طالع وده نازل وده طالع وده نازل، بس دي بتعمل حاجه، دي واحده بتكون بتعمل انتيك، الثانيه بتكون بتعمل كومبريشن، ودي بتكون بتعمل باور، وبالتالي بياخد 1 4 1 3 4 2،
يعني الباور او الاحتراق عندي او الباور شوت الباور اللي بيجي بيكون في الاسطوانه رقم واحد، بعد كده اللي تلحم بعدها باور تكون رقم ثلاثه، بعدها ما يرجعش اثنين اربعه لا يبقى اربعه اثنين عشان يعمل بالانس في المحرك. لو انت مصمم المحرك ان عمود الكرنك، لو بصيت على عمود الكرنك الركب كلها في اتجاه واحد، يعني الاسطوانات كلها راكبه طالعه ونازله، لو الاسطوانات اتصممت انها كلها طالعه ونازله ان هي بتاخد، لو افترضنا يعني ده بيحصل، انت هتعمل كله انتيك، كله كومبريشن، كله باور، فهتلاقي المحرك بياخد باور عايز يكون بينط كده، كله بياخد باور وبعد كده يهدى المحرك وشويه ياخد باور، فتلاقي المحرك عمال ايه؟ بياخد قفزات كده. ده ما ينفعش، انت عشان تخلي ان الحركه بتاعت المحرك سلسه الاسطوانات بتسلم بعضها، ده يدي شوت باور وبعد كده ده باور. ليه؟ لان ده لما بيدي شوت باور بيخزن في الفلاي ويل باور الاشواط الثلاثه الثانيه، يكون الثاني يسلم باور وهكذا، فتلاقي الاسطوانات ده باور ده باور ده باور ده باور ده باور، بتلاقي عشان ما يحصلش مشكله في المحرك بياخدها 1 3 4 2 عشان يحصل اتزان، ما يبقاش ايه 1 2 3 4 تلاقي الباور من هنا 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 وبعد كده لا، يبقى هي بياخدها كده بيوزن المحرك، وبالتالي الاسطوانات كلها. طيب العمود الكامات ده بقى وضعيه الكامات دي من فوق، فانت دلوقتي بتظبط الكامات، الاسطوانه الاولى هتديني باور فليها فتحه كامات بشكل معين الصمامات، وبعدها اللي هيسلم باور بعدها او اللي هتكون داخله على شوط باور بعد ما تخلص اسطوانه رقم ثلاثه، وبالتالي وضعيه الصمامات، فهتلاقي ان عمود الكامات شكل الكامات الاورينتيشن بتاعه مختلف. ليه؟ لان هي متظبطه بتوقيت معين، وهو بيلف الصمام ده هيفتح للاسطوانه دي ويفتح للاسطوانه دي، فتلاقي او ده يفتح بعدها بزمن معين، ده فاتح انتيك وده فاتح اكزوست في نفس الوقت، بعد شويه ده هيكون بيفتح للاسطوانه دي، فعمليه التايمنج ديت عمليه في منتهى الدقه ولها حسابات علشان تقدر تفتح الصمامات وتقفل في توقيتات معينه، لو حصل خلاف معين بيأثر على البرفورمانس بتاع المحرك سواء فتحت بدري او متأخر، دي بتسبب مشكله كبيره ودي لسه هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده لما نيجي نتكلم عن محركات الفور ستروك ونتكلم على تفاصيلها، هناخد نقطه فتح وقفل الصمامات والتايمنج دايجرام بتاعها وهناخد كل المشاكل اللي بتحصل لو عمليه التايمنج مش مظبوطه. فدي بس كانت فكره عامه بالنسبه لعمود الكامات وليه شكل الكامات اللي عندي الاورينتيشن بتاعها مختلف. تمام. بيقول لك لما بيحصل دوران للعمود الكامات ده احنا لسه بنقول اهو ان الكامه نفسها بتضغط على الصمام فبيبدا يفتح الصمام وبيقاوم، هي بتضغط على الصمام فبتفتحه حتى لو في ضغط للغازات اللي شغاله بقى في غازات وحصل لها عمليه كومبريشن وبعدها بتدي بتعمل يحصل احتراق وكده، ففي في توقيت معين الصمام بيفتح لكن في ضغط جوه الاسطوانه، فعمود الكامات ده لما بيلف والكامه بتضغط على الصمام لازم تتغلب على الضغط اللي جوه الاسطوانه الناتج من عمليه الغازات عشان يبدا يفتح الصمام. لو بصينا كده اهو شوف البستون طالع نازل والكامات ديت بتتحرك. لو خدنا بالنا من حاجه ان الكامه دي بتفتح في توقيت دي بتفتح في توقيت، لكن التايمنج بتاعه مش هنتكلم عليه دلوقتي، لكن هنا عندي كامتين او عمود كامات شغال، واحد للانتيك واحد للاكزوست، طبعا ده من السايد فيو يعني انا ممكن يكون في اسطوانات ثانيه وهكذا، يعني العمود ده انا واخده من الجنب كده من الفيو ده، ففي كامات بعدها هناك هنا بتفتح الانتيك بتاع الاسطوانات اللي بعدها وده شغال على الاكزوست، وبالتالي لما يكون عندي عمودين كامات ده واحد شغال على الانتيك بس واحد شغال على الاكزوست بس، فلو تبص كده ده بيفتح في توقيت ده توقيت ثاني اهو، عشان كده تلاقي الاورينتيشن بتاع شوف الاتجاه بتاع الكامه دي فين والاتجاه بتاع الكامه دي فين، لان ده بيلف ده بيفتح في توقيت معين وبعده بشويه يعني ده يكون ده ضغط هنا بعده بشويه تكون دي وصلت، ده ضغط اهو بعدها بشويه دي وصلت، وبالتالي دي التايمنج، العمليه مش عشوائيه متظبطه بتايمنج معين وطبعا لكل الاسطوانات مع بعضها، يبقى بتتظبط الاسطوانه دي والاسطوانه اللي بعدها بحيث ان ايه دي تدي باور دي تسلم بعدها باور وهكذا، يعني واحد بعد كده ثلاثه بعد كده اثنين بعد كده اربعه بعد كده ايه اثنين، ده بالنسبه للمحرك الاربعه سلندر. قال لك عمود الكامات بيحول الحركه الدورانيه لحركه ريسبروكيتنج موشن في الصمات، هو بيلف بس الحركه الدورانيه بتاعته دي نتيجه ان الكامه نفسها شكل البيضاوي ده بيلامس الفالف فبيخلي الفالف يطالع نازل اللي هو بينزل بعد كده لما بيطلع بيطلع تاني نتيجه السبرينج فبيتحرك ريسبروكيتنج موشن حركه تردديه اهو، بص كده دي الروتيتنج موشن اهو ده بيلف، طب بص كده للصمامات اللي عندي نتيجه الحركه دي ايه اللي بيحصل؟ بيتحرك ريسبروكيتنج موشن حركه تردديه طالع نازل طالع نازل، يبقى ديت الكامات بتاعتي او طريقه شكل الحركه بتاعه الكامات وشكل حركه الصمامات. في بعض الكامات بيكون راكب عليها اكسترنال كام، كامه اضافيه او اوجير، طب ليه؟ يعني الوظيفه الاساسيه بتاع عمود الكامات ان هي بتفتح وتقفل الصمامات، لكن في بعض التصميمات بتلاقي ان الكامه راكب عليها حاجات اضافيه، ازاي؟ اهو ده شكل الكام، فبتلاقي راكب هنا مثلا في كامه زي دي كده بتشغل الفيول بامب، فدي الكامه للفيول بامب. في بعد كده كامه تانية او في جير تاني اسمه للديستريبيوتور اللي هو موزع الشراره اللي هو بيوزع الشراره على الاسطوانات، بيدي الاسطوانه الاولى بعد كده الثالثه بعد كده الرابعه بعد كده الثانيه، فبدي بتشتغل برده بكامه بجير زي ده اللي هو موزع الشراره ده اللي هو الديستريبيوتور ده بيسموه تقريبا الاسبيراتير اللي هو بيوزع الشراره في المحرك.
اللوبريكانت نفسه برضو يعني في ده في جير عشان الاويل لوبريكانت المضخه بتاعت الزيت، وبالتالي عمود الكامات ممكن في بعض التصميمات يكون راكب عليه الحاجات الاضافيه دي عشان تشغل حاجات تانية بجانب الكامات الاساسيه لعمليه فتح وقفل الايه الصمام. طيب ندخل بقى، احنا خدنا عمود الكامات بقى وشكله والانواع بتاعته او لو في وظائف اضافيه زي لسه قايلين، فعايزين والوظيفه بتاعته الاساسيه، عايزين نعرف بقى الكونفيجريشن. الكونفيجريشن يعني شكله بيكون موجود ازاي في المحرك، هل هو شكل واحد او اسطمبه واحده ولا في ديفرنت كونفيجريشنز. هنبص مع بعض كده في الكام كونفيجريشن. اول حاجه عندي حاجه اسمها اوفر هيد كام انجن او اتش سي. اوفر هيد يعني موجود في السلندر هيد، يبقى العمود الكامات بتاعي لما بيكون موجود في السلندر هيد بسميه اوفر هيد كام شافت، يعني الكام شافت بتاعي موجود في السلندر هيد. اهو لو بصينا كده النوعيه دي كده، يعني احنا عرفنا ان الاسطوانه دي اللي هو ده اللي بيتحرك جواها البيستون دي كلها كانت سلندر بلوك، وبعد كده قلنا بنركب عليها السلندر هيد اللي بيكون جواه الصمامات عمود الكامات. فعمود الكامات لما يكون موجود على موجود في السلندر هيد بسميه السنج الاوفر هيد كام شافت انجن او اتش سي. طيب قال لك الكمامات والفالف كل حاجه ديت، الفالف ترين اللي هو بتاع الفالف ترين يعني الشكل العام بتاع او الاجزاء بتاعه الحركه كلها، الميكانيزم بتاع فتح الصمامات بتتكون من الصمامات والكام شافت واذر اسيوت بارت، يعني بعض الاجزاء اللي هي زي الجزء ده كده اللي هو الكامه مش متوصله مباشره، ده بتوصله بحاجه اسمها زي بيسموها فولورز او تابتس، يعني حاجات كده في توابع او حاجه بيضغط عليها الاول الكامه وهي تضغط على مين؟ على الفالف. فده اسمه كده كله على بعضه ده الفالف ترين الكومبوننت بتاعته كلها او الميكانيزم بتاع حركه الصمام. ده بالنسبه للاوفر هيد كام شافت انجن. السلندر هيد هاوس ذا كام شافت، ان الكام شافت عندي موجود فين؟ في السلندر هيد، عشان اسمه عشان كده اسمه اوفر هيد. في منه نوعين، في حاجه اسمها سنجل اوفر هيد كام شافت اس او اتش سي. سنجل يعني كام شافت واحد زي اللي قدامنا في الصوره دي، هو كام شافت العمود الكامات ده. لو تاخد بالك انا عندي اربع اسطوانات، كل اسطوانه لها انتيك واكزوست انتيك واكزوست، فانا عندي لها الكامه والكامه كامه وكامه، يعني عندي كل اسطوانه فوق منها الكامتين بتوعها، الكامه بتاعت الانتيك وكامه الاكزوست، ده كلهم على عمود كامات واحد، عشان كده بسميه سنجل اوفر هيد كام شافت. في نوع اسمه دبل اوفر هيد كام شافت، وده الاختصار بتاعه دي او اتش سي. دبل اوفر هيد كام شافت ما بيبقاش عمود كامات واحد، لا بيكون اثنين بس، واحد شغال للانتيك واحد شغال للاكزوست، فما بيكونش الانتيك والاكزوست جنب بعض، لا بيكونوا في وش بعض، يعني الصف ده كده الانتيك 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 بتاع الاسطوانات، وده الاكزوست بتاع الاسطوانه الاولى والاكزوست الاسطوانه الثانيه والاكزوست بتاع الاسطوانه الثالثه. هنشوف في الشكل اللي عندنا. فلو جينا بصينا السنجل اوفر هيد كام شافت، فقال لك في السنجل اوفر هيد كام شافت لما بيكون عندي عمود كامات سنجل، يعني مش بس ان انا بصنف سنجل ودبل، لا ده السنجل كمان في عمليه الاوبريشن بتاعته في تصميمات مختلفه، يعني في محرك في سنجل اوفر هيد كام شافت ومحرك سنجل اوفر هيد كام شافت، بس ده له تصميم وله تصميم في عمليه التشغيل. فقال لك ممكن يشتغل دايركتلي من خلال ليفترز اللي هي ايه؟ اهو ان الكامه بتضغط مباشره على الصمام بس من خلال الليفترز او التابتس او الفولورز اللي هي الروافع دي، فالكامه بتضغط على ده تضغط على الفالف يفتح. ده اول نوع زي اللي هو قدامنا ده كده بالظبط، هو عمود الكامات وبيضغط على الليفترز زي الروافع دي او الفولورز دي ومنها على الفالف. ده بالنسبه للسنجل اوفر هيد كام شافت. طيب اللي هو السنجل يعني عليه الانتيك والاكزوست، الانتيك والاكزوست كلهم على عمود واحد. طب هل في ده كان رقم ايه بالنسبه للتصنيف الاولانيه دي؟ نفس الكلام السنجل ده في نوع تاني منه او شكل كونفجريشن تاني اللي هو عن طريق الروكر ارم، يعني الحركه بتاعته بتتم او الميكانيزم في حاجه اسمها الروكر ارم اللي هو الذراع الهزاز. طب الروكر ارم اللي هو بيسموها التكيهات او العصفوره، ده في اللغه اللي هي بتاعه السوق. لو بصينا كده عمود الكامات اهو، ده شكل الكامات اهو بس احنا بصينا من الجنب ده، عمود الكامات ده لما بيلف الكامه ما بتضغطش، بص الصمام اهو، بس الكامه ما بتضغطش على الصمام مباشره، لا ده بتضغط على العصفوره دي او التكيده وهي متوصله على عمود، يعني زي عصفوره كده لما بتضغط الروكر ارم ذراع كده قلب كده، ما بتضغط من ناحيه ينزل من الناحيه الثانيه، فلما بتضغط الكامه هنا ده بيلف حوالين المحور ده فيضغط على الصمام يفتح، بعد كده لما بترجع الكامه تنزل لتحت ده خلاص ما فيش فورس مش متاثر عليه فورس، فبالتالي السبرينج ده بيرجع ده تاني يرجعه لمكانه. فده تاني كونفجريشن اللي انا بستخدم في المحرك حاجه اسمها الروكر ارم، او نفس اللي في له كونفجريشن او شكل تاني ان الروكر ارم ده يعني الصمام بيضغط على الروكر ارم ده، يعني هو متثبت اهو كده ويضغط عليه وهو يضغط منه للصمام، يعني ممكن يضغط عليه من تحت ومتثبت حوالين المحور فينزل الصمام، او في بعض الكونفجريشنز بتلاقيه بيضغط عليه من فوق ويبدا ده الروكر ارم اهو، لما يضغط عليه يبدا ينزله فينزل الصمام.
يبقى ده تاني كونفيجريشن بالنسبه للسنجل اوفر هيد كام شافت. اهو لو بصينا كده على الطبيعه اهو، بص الكامات، عمود الكامات اهو، والكام اهي بتلف بتضغط على الروكر ارم من هنا، وهو متثبت حوالين محور اهو، فيبدا يلف يضغط هنا، يروح ضاغط على مين؟ على الصمام يفتحه. في حاله ان الكامه بقى بتكون بدات تكمل الدوران، فالجزء الكبير ده بينزل لتحت، وبالتالي ده بيكون حر الحركه او مفيش ضغط عليه، فبالتالي السبرينج بيبدا يضغط تاني، بيقوم بيرجع تاني الفالف لوضعه الاساسي. ده بالنسبه للسنجل اوفر هيد كام شافت. النوع الثاني عندك او الكونفيجريشن الثاني من الاوفر هيد كام شافت، في حاجه اسمها الدبل اوفر هيد كام شافت، يعني بدل ما يبقى عمود كامات واحد، لا بيبقوا عمودين كمان. اهو بص كده عند الاربع اسطوانات اهم، كان في النوع اللي فات كان عندي عمود كامات واحد، وكان في برضو صمام هنا وصمام هنا، يعني كل اسطوانه عليها صمامين، لكن هنا نفس الكلام، عندي كل اسطوانه عليها صمامين من الناحيه دي بس بصمامين من الناحيه الثانيه. العمود ده شغال للانتيك بس، والعمود ده شغال للاكزوست بس، يعني الصمامين دول شغالين انتيك، والصمامين اللي الناحيه الثانيه بعمود الكامات الثاني شغالين اكزوست. فطبعا ده كونفيجريشن برضه في محركات، يعني ممكن تلاقي دبل كام دبل اوفر هيد، وده شغال بصمام وده صمام في محركات، يعمل لك دول صمامين ودول صمامين. طبعا ده بيفرق في الباور بتاع المحرك، هو عنده الشحنه اللي داخله كبيره، او الفوليوم بتاع الديسبيسمنت فوليوم بتاعه كبير، المحرك الباور بتاعته كبيره، وبالتالي عايز صمامين لدخول شحنه عشان هو يدخل فلويد كبير، وعايز صمامين لخروج عادم. لو المحرك القدره بتاعته قليله، عايز صمام واحد لدخول الشحنه وصمام واحد لخروج العادم. لكن الفكره واحده، ان في صمام، في عمود كامات شغال بس للانتيك فالفز، وعمود كامات شغال للايه؟ للاكزوست فالفز. فده اسمه الدبل اوفر هيد، دبل عشان عمودين كامات، اوفر هيد عشان الكامات دي راكبه فين؟ في الايه؟ في السلندر هيد اللي موجود عندي فوق. اهو عندي في كامل الانتيك فالفز وكامل الاكزوست فالفز. الدبل اوفر هيد كام شافت يعني بيقول لك غالبا، يعني انا دلوقتي لما يكون عندي، هي لو انا عندي صمام انتيك وصمام اكزوست، صمام انتيك واكزوست، يعني هو واحد واحد، ايه اللي يخليني اركب ده في اتجاه وده في اتجاه واكلف نفسه عمودين؟ وطبعا عمودين التايمنج بتاعهم بقى بيبقى اصعب من عمود واحد، لان ده انتيك له تايمنج وده تايمنج، وبنتكلم على صمامين هنا وصمامين هنا، فايه اللي يخليني اعمل صمام يعني ده بعمود وده بعمود، طالما هو انتيك واحد واكزوست واحد، فخليهم كلهم على عمود واحد زي الكونفجريشن اللي فات. لكن في اغلب الحالات لما بيستخدم التو دبل اوفر هيد كام شافت، لما تكون انت عاوز تعمل صمامين انتيك وصمامين اكزوست، هيبقى صعب انك انت تعمل ده كله في عمود كامات واحد، يعني ما ينفعش اروح اعمل عمود كامات واحد تلاقي على الاسطوانه الواحده اربع كامات، ازاي هتعمل اربع كامات والفتحات بتاعتهم في سلندر بلوك مع القطر بتاع الاسطوانه، صعب انك انت تفتح الاربعه في اتجاه واحد، وبالتالي بتعمل الانتيك في اتجاه والناحيه الثانيه منه الاكزوست، فتلاقي الصمامات اثنين وصاد اثنين، لكن انك تفتح الاربعه في اتجاه واحد هتبقى صعبه جدا ومش هتتناسب مع القطر بتاع الاسطوانه. وبالتالي قال لك ان الدبل اوفر هيد كام شافت بيكون غالبا مع المحركات اللي فيها اكتر من صمام، او فيها صمامين للايه؟ للانتيك وصمام، يعني اكتر من صمامين، يعني اربع صمامات، اثنين للانتيك واثنين للاكزوست. لكن لما يكون عندك صمامين، هو واحد انتيك واحد اكزوست، هو سنجل اوفر هيد كام شافت يكون كافي وافضل بالنسبه لك. لكن الخيار ده قلنا لما يكون عندي صمامين انتيك وصمامين اكزوست. اهو يعني لو بصينا كده، ده الدبل اوفر هيد كام شافت اهو، واحد شغال على الانتيك واحد شغال على الاكزوست. فبصينا ده احنا بس واخدين سيكشن، فاحنا مش شايفين لو كان حتى ممكن يكون في اثنين انتيك او اثنين اكزوست، احنا بس مورينك ايه سيكشن، يوريك واحد انتيك واحد اكزوست اهو. لو بصينا كده العمود الكامات اهو بيضغط على الفولور ده او الليفتر ده، يضغط على الصمام يبدا يفتح عشان يطلع يدخل انتيك، وبعد كده ده بيبدا يفتح يطلع العادم، اهو ده الانتيك اهو بورت، وده الاكزوست بورت اللي عندي. فده شكل او سيكشن الايه دبل اوفر هيد كام شافت. الدبل اوفر هيد كام شافت برضو ممكن يكون في نوعين في عمليه الاوبريشن. قال لك ممكن يشتغل دايركتلي خلال الليفتر اهو، يعني انا عندي دبل اوفر هيد كام شافت برضو اهو، ممكن بص كده، بص على الشكل اهو، بيضغط على الليفتر ده، يضغط على الصمام مباشره، يبدا ايه ينزله، فبالتالي ده زيه زي السنجل اوفر هيد. احنا قلنا برضه السنجل اوفر هيد في نوعين من عمليه الاوبريشن بتاعتي، ففي ممكن يشتغل برضه ثرو دايركت من خلال الليفتر زي ده كده، طيب، او برضه من خلال الروكر ارم باي ذا فينجر فولور زي ده كده اهو، بيبدا يضغط على الفولور ده، بيسميه فينجر فولور كده، بيضغط عليه من فوق كده، فاللي هو شبه الروكر ارم كده، هو روكر ارم بس لما بيضغط عليه من فوق بيسموه ايه؟ فينجر فولور. بص كده على الحركه اهو، الكامه بتضغط عليه اه، يبدا ينزل لتحت ويضغط، لما بترجع الكامه بيبدا السبرنج ايه يرجعه تاني. يبقى ده برضو بان ده الكونفجريشن بس بتاع مين؟ الدبل اوفر هيد كام شافت، او عمليه الاوبريشن بتاعته في المحركات المختلفه.
ما زلنا برضه في الدبل اوفر هيد كام شافت. قال لك في المحركات الفي تايب، المحركات الفي تايب لسه هناخد بعد كده انواع المحركات. في محركات بتبقى لاين وفي الدبليو وفي الفي. فقال لك الفي تايب بيبقى عندي صفين من الاسطوانات بس على شكل حرف في. قال لك بيستخدم الدبل اوفر هيد كام شافت للايه؟ لانه بيستخدم ان عندي صفين من الاسطوانات، وبالتالي في اسطوانات هنا واسطوانات هنا، فبيحط عمود كامات لده وعمود كامات لده. فالدبل اوفر هيد كام شافت برضه بيكون اكتر مناسب او بيكون موجود فين؟ في الفي انجن. اهو لو بصيت كده الفي انجن اهو ده عمود الكرانك واحد واصل على الاسطوانات، بس الاسطوانات الاورينتيشن بتاعها مختلف، في مجموعه اسطوانات كده ومجموعه اسطوانات كده. لو تاخد بالك الاسطوانات اللي في الاتجاه ده مش عليها عمود كمان واحد، لا ده عليها عمودين كمان، واحد شغال اثنين انتيك، يعني عندي اثنين انتيك واثنين اكزوست، ده بتاع الانتيك وليكن وده الاكزوست، ونفس الكلام الناحيه الثانيه، يعني عندك اربع اعمده للكمان. وبالتالي يعني هو اسمه دبل اوفر هيد، لان احنا لو افترضنا ان ده محرك ده محرك، هو مجموعه الاسطوانات دي راكب عليها اثنين، واحد الانتيك واحد الاكزوست، بس هو هنا عنده اربعه لان ده الفي تايب. لكن انا بتكلم على صف الاسطوانات الواحد، شكل عمود الكمات اللي فيه ايه هو اللي يقول لك المسمى. فمش معنى ان ده عندي صفين وان هنا عمودين وعمودين يبقى اربعه يبقى اسمه فور اوفر هيد، لا هو تو اوفر هيد كام شافت بالنسبه للاسطوانات دي وبالنسبه للاسطوانات دي. لكن هو محرك يعتبر محركين في بعض، مجموعه اسطوانات في الجزء ده ولها السلندر بلوك بتاعها، وده مجموعه اسطوانات في الجزء ده ولها السلندر بلوك بتاعها، كل مجموعه اسطوانات لها عمودين كمات، واحد انتيك وواحد اكزوست. نخش على النوع الثاني، احنا خدنا الاوفر هيد وخدنا منه نوعين السنجل والدبل. النوع اللي بعد كده اسمه البوش رود انجن، اوفر هيد فالف انجن. خد بالنا من حاجه، الثاني كان اسمه اوفر هيد كام شافت انجن، لكن ده لان كان العمود الكامات راكب في السلندر هيد فسميته اوفر هيد كام شافت، لكن ده اسمه اوفر هيد فالف انجن، لان الاوفر هيد السلندر هيد بس هو اللي فيه الفالفات، لكن العمود الكامات مش موجود في السلندر هيد. طب ازاي؟ بص كده، عشان كده سميته بوش رود. هنعرف ايه الفرق، يعني المسميات التسميه دي سميتها بوش رود ليه. بص كده السلندر بلوك اهو اللي بيكون في الاسطوانه وده عمود الكرانك، قال لك ان اللي موجود بس هنا في الوش السلندر اللي هو السلندر بلوك موجود الصمامات بس، لكن عمود الكامات مش راكب هنا. امال ده بيجيب الحركه بتاعته، عشان كده سماه ايه؟ اوفر هيد فالف، يعني عشان الفالفات بس او الصمامات هي اللي موجوده فين؟ في السلندر هيد. عمود الكامات اهو موجود في السايد اهو، موجود في الجنب بتاع المحرك، واخد الحركه بتاعته من عمود الكرانك عن طريق اللي هو الايه السير اللي عندي موجود عند ده. فقال لك هنا في بوش رود ساق دفع، البوش رود ده بيبدا الكامه بتضغط على التابت ده اللي هي حاجه زي الفولور كده او التاب، يبدا يضغط على البوش رود ده، البوش رود ده متوصل بالايه؟ بالروكر ارم اللي هي التكهات او بيسموها العصفوره، ما بيبدا يضغط عليها وهي متثبته حوالين المحور ده، فبتبدا تنزل من الناحيه الثانيه تضغط على الصمام تنزله، يعني هي بطريقه غير مباشره. وبالتالي سميته اوفر هيد فالف عشان الصمامات هي بس اللي في الاوفر هيد، سميته بوش رود انجن علشان الحركه بتوصل من عمود الكامات للصمامات اللي عندي عن طريق بوش رود الصاج بتاع الدفع ده. ففي عندي حاجه اسمها البوش رود انجن اللي هي نفسها الاوفر هيد فالف انجن. الكام موجود في السلندر بلوك، يبقى الكام اهي مش موجوده في السلندر هيد، موجوده في الجنب في السلندر بلوك في جنب المحرك. بتتكون من فالف صمامات وكام شافت عمود كمامات وفالف ليفتر اللي هو ده اللي هو بيرفع والبوش رود اللي هو ساق الدفع ده والروكر ارم. يبقى دي الكومبوننت بتاعتي او الفالف ترين بتاعي اللي هو الميكانيزم كله اللي هو من بدايه من عمود الكمات لحد ما يوصل وياخد الحركه على مين؟ على الصمام. برضه ده شرح اللي ده كده شرح اللي احنا لسه قلناه، الكامه بتضغط على التالت اللي هو بيعمل بيضغط على البوش رود، بيروح ضغط التكهات ديت على محور الدوران تبدا لفت تضغط الناحيه الثانيه تنزل الصمام. يبقى ده اسمه ايه؟ البوش رود انجن. اهو ده برضو شكل تاني كده يوضح العمليه اكتر. اهو ده موجود في السلندر بلوك وده التابت بتاعه والفولور بتاعي، يبدا يضغط عليه الكامه تبدا تضغط على البوش رود، وهنا موجود ده محور دوران بتاع الروكر ارم، لما يضغط عليه هنا يبدا يضغط على دي يبدا ينزل الصمام. لما بتبدا الكامه تسيب من مكان الجزء ده ينزل كده وتبدا هنا كده مفيش فورس مقصره هنا، السبرنج هيروح رافع ده ومرجعه الناحيه التانيه. ده بالنسبه للبوش رود انجن اهو. ده كده لو بصينا كده للانيميشن بتاعه الشكل بتاعه اهو، عمود الكامات بيلف وده عمود الكامات، او ده اسف عمود الكرانك بيلف اهو، عمود الكامات موجود قصاد الاسطوانات يعني موجود جوه السلندر بلوك، وهو بيتحرك بيضغط البوش رود يضغط على التكهات دي تبدا تضغط على الفالف، الفالف بيضغط كده ويرجع تاني بفعل السبرينج. بصوا كده اهو، احنا بنتكلم لو كنا بنتكلم دايركت كونتاكت زي السنجل اوفر هيد، ولو اتكلمنا بالروكر ارم فبنلاقي حاجات اللي اسمها التابتس او الفولورز. فهنبص نوريك شكلها ما بين الثلاثه اهو، لو حتى لو انا ما اتكلمنا على السنجل اوفر هيد كام شافت قلنا هو بيضغط على حاجه اسمها الفولور هنا
او الليفتر نفس الكلام، لو دبل اوفر هيد بيضغط عليها ومنها هي بتضغط على مين؟ على الـ الصمام. ليه؟ ما خد بالك، ليه تاخد بالك ان الصمام ده الدراع بتاعه رفيع عشان يبقى التلامس ما بينه وما بين الكامه ويبدا يلف عليها، هتبقى العمليه مش محكومه. لكن لما تكون متوصل بالجزء ده ويكون السطح بتاعه متظبط كده في عمليه التلامس، فهتلاقي لو تاخد بالك حتى واخده الشكل كيرفيتشر كده، فيبقى التلامس بتاعك افضل، مساحه سطح اكبر شويه، وفي نفس الوقت يبقى العمليه الكونتاكت بتاعك مظبوط، فتعرف تظبط حركه الصمام مع التايم، غير لما تكون بتحرك الكامه على حاجه رفيعه ممكن ما تكونش العمليه بالدقه الكافيه. وبالتالي الحاجات دي كلها اللي هي ملامسه لعمود الكامات او ملامسه للكامه نفسها بيسموها الكام شافت فولور او التابتس او الليفترز، اللي هي الايه الروافع او التوابع بتاعتي، اللي هي من خلالها بتنقل الحركه للبوش رود او بتنقلها مباشره لمين؟ للفالف. يبقى احنا كده خلصنا عمود الكامات، عرفنا كالتفاصيل والوظيفه بتاعته والانواع بتاعته والكونفيجريشنز وكل نوع خدناه والمحركات المختلفه بتصممه ازاي. يبقى احنا كده ما سيبناش حاجه عن عمود الكامات الحمد لله الا ما خلصناها. فاتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من محاضره النهارده، وباذن الله مكملين باقي الكومبوننت في المحاضرات اللي جايه بعد كده. ان شاء الله المحاضرات اللي جايه برضو تكون فيها استفاده ليكم، وان شاء الله ما تنسوش ان انتوا تشيروا الفيديو، واستنونا في المحاضره اللي جايه. شكرا.